بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تمارين حول درس النشر والتعميم لمستوى السنة الأولى إعدادي الموسم الدراسي 2016-2017. تمرين رقم 39، عمل ما يلي. يلا أنقل التمرين في دفترك ثم أنجزه. سنلتقي بعد قليل لتصحيحه معا. يلا نبدأ معا الجواب. لنعمل ما يلي: دي واحد تساوي x تساوي 2 ناقص 4 x زائد 4 زائد 7 x عامل x ناقص 2. يلا ترى ما هي الخطوة التالية؟ نعم، سوف نحاول أن نجعل من هذه الكتابة متطابقة هامة. كيف ذلك؟ نعم، سنكتب x تساوي 2 ناقص 2 في ماذا؟ في x في 2 هكذا، زائد 4 اللي هو العدد 2 و 2. وهكذا كما ترى تشكلت المتطابقة الهامة الثانية، ذكرني بها. نعم، أ أس 2 ناقص 2 أ ب زائد ب أس 2 تساوي أ ناقص ب الكل أس 2. ما هو العنصر الذي لعب دور أ؟ فعلا هو X ودور ب، نعم هو العدد 2. سنكتب X ناقص 2 الكل أس 2 زائد 7 X عامل ل X ناقص 2. يلا الآن x ناقص 2 الكل أس 2، سنكتب هذه القوة على شكل جداء. ترى ما هو؟ نعم، هو x ناقص 2 في نفسه هكذا، أي x ناقص 2 عامل لx ناقص 2 ثم زائد 7x عامل لx ناقص 2. والآن ماذا ترى؟ نعم، نرى بروز عامل مشترك اللي هو فعلا اللي هو x ناقص 2، هاو موجود في الجداء الأول وفي الجداء الثاني. سنعمل به، سنكتب x ناقص 2 عامل، ثم نضع معقوفتي فx زائد ناقص 2 ثم بعد ذلك زائد 7x بهذه الكيفية، أي x ناقص 2 عامل، ثم نعوض معقوفتين بالقوسين، وفي نفس الوقت القوسين موجودين بالداخل سوف نزيلهما، فتصير الكتابة على هذا النحو هكذا بهذه الكيفية، أي x ناقص 2. كما ترى هنا بإمكاننا أن نبسط هذه الكتابة، x زائد 7x تساوي كم؟ بحال عندك هنا 1x، 1x زائد 7x أي 8x ناقص 2 هكذا. د 2 تساوي x تساوي 2 ناقص 8x زائد 16 ناقص 11 عامل ناقص 11x عامل لx ناقص 4. يلا كيف سنتصرف هنا؟ نعم، سنحاول مرة أخرى أن نجعل هذه الكتابة على شكل متطابقة هامة. ماذا سنكتب؟ نعم، x تساوي 2 ناقص 2 في ماذا؟ في x في 4 هكذا، زائد 16 أي 4 أس 2 ناقص 11x عامل لx ناقص 4. x تساوي 2 ناقص 2 في x في 4 زائد 4 أس 2 تشكل ماذا؟ نعم، تشكل المتطابقة الهامة الثانية، ذكرني بها. فعلا أ أس 2 ناقص 2 أ ب زائد ب أس 2 تساوي أ ناقص ب الكل أس 2. ما هو العنصر الذي لعب دور أ؟ صحيح، هو العدد X ودور ب، نعم هو العدد 4. فنكتب X ناقص 4 هكذا الكل أس 2 ناقص 11 X عامل لX ناقص 4. والآن X ناقص 4 الكل أس 2، سنكتب هذه القوة على شكل جداء. ما هو؟ نعم، هو x ناقص 4 عامل لx ناقص 4 هكذا، ثم ناقص 11x عامل لx ناقص 4. ماذا تلاحظ هنا؟ فعلا نلاحظ بروز العامل المشترك اللي هو x ناقص 4. سنعمل به، أي x ناقص 4 عامل، ثم نضع معقوفتين هنا، ثم نكتب x ناقص 4 بعد ذلك ناقص 11 x. الآن نزيل المعقوفتين ونعوضهما بالقوسين هكذا، ثم نزيل الأقواس الموجودة بالداخل، نكتب x ناقص 4 ناقص 11 x، ثم نبسط الكتابة أكثر، x ناقص 4 عامل، كما ترى هنا يمكن لنا نبسط x ناقص 11 x والتي تساوي ماذا؟
حل عندنا هنا 1x، 1x ناقص 11x أي ناقص 10x هكذا، ثم ناقص 4. انتهى هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية صفاء مراكش. إلى اللقاء.